من الفن والثقافة والإبداع إلى الرياضة، إنجاز رياضي جديد. البطل المصري عبد الله ممدوح فاز بذهبية الدوري العالمي في الكاراتيه ضمن المنافسات اللي شهدتها البطولة المقامة في مدينة كازابلانكا المغربية. نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون البطل عبد الله ممدوح لاعب المنتخب المصري للكاراتيه. صباح الخير يا كابتن عبد الله. صباح النور. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. قبل ما نسألك بقى التألق والذهبية وكل التفاصيل، قول لنا البريمير ليج اللي كانت مقامة في كازابلانكا دي تفاصيلها إيه؟ هل دي أول مرة بتقام هناك ولا لأ؟ احكي لنا كل التفاصيل. هو احنا عندنا نظام البطولات يعني طبقا لقانون الاتحاد الدولي إن بيبقى 4 بطولات دوري عالمي في السنة بنجمع من خلالهم نقط علشان بطولات الدوري العالمي دلوقتي بقت هي المؤهله لبطوله العالم. الحمد لله احنا ربنا كرمنا، يعني انا وزميلي مثلا يوسف متاهلين اوريدي لبطوله العالم عشان جايبين اول عالم السنه اللي فاتت. ما شاء الله ما شاء الله. بس احنا طبعا لازم نشارك في بطولات الدوري العالمي عشان تفضل لنا في الملعب ونفضل جاهزين والكلام ده، وعشان الميزان يفضل بتاعك بالظبط. فالحمد لله يعني دي كانت اخر جوله، والحمد لله يعني ان ربنا كرمني في ال4 بطولات بذهب في ال4 الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، 4 ذهب في 4 بطولات عالميه. عايزين نعرف منك كده بقى كابتن عبد الله الاجواء الخاصه بالبطوله اللي كانت في كازابلانكا المغربيه، ايه الصعوبات اللي واجهتك، ابرز المنافسين اللي كانوا موجودين في البطوله؟ والله يعني بطولات الدوري العالمي الفترة اللي فاتت دي يعني هي مخصصة بس لأعلى 32 واحد في الرانك، فهي البطولات بقت جامدة جدا يعني بقى أعلى نفس التصنيف بس هي اللي بتشارك، فطبعا مستوى البطولة بيبقى قوي جدا. والمميز في بطولات يعني في كازابلانكا بالذات إن التنظيم بيبقى حلو جدا، المغرب بتنظم بشكل جميل. وحتى نظمت بعد البطولة حفلة للي كسبوا الجراند وينر، الجراند وينر اللي هو أكتر واحد جمع نقط في كل ميزان خلال السنة. فالأجواء بتبقى جميلة طبعا والتنظيم بيبقى جميل، والبطولة بتبقى صعبة جدا، يعني أنا كان عندي أول ماتش المصنف الثاني ورايا على طول، فالماتشات بتبقى تقيلة جدا. كابتن أنت البطل بتاع ميزانك، ميزانك تحت 75، عايزة أعرف بتبقى عامل إزاي قبل البطولة؟ يعني دايما قبل الوزن اللعيبة بتبقى عاملة في حسابها إنها تبقى ظابطة وزنها، لا تتحرك فوق ولا تتحرك تحته، بتبقى ماشي إزاي على شكل غذائي، ماشي إزاي على نظام غذائي؟ هل بتبقى دايما قلقان على وزنك عشان تلعب في نفس الميزان، ولا لأ أنت مسستم نفسك وده وزنك الطبيعي طول الوقت؟ لا يعني اخر فتره كان وزني طبعا بيعدي 75. والمهم كمان في موضوع التغذيه الرياضيه ان هي مؤثره للاداء مش بس للميزان، يعني كون ان انا حافظ على جوده الحاجات اللي داخله جسمي ومواعيد الحاجات دي، ده مهم للاداء، يعني بيحسن الاداء الرياضي بشكل عام حتى لو ما بخسسش او ميزاني ما بيزيدش. فكده كده يعني طول فترة المعسكرات والتمرين طبعا حافظ على الأكل اللي باكله وحافظ على الكميات والكلام ده. طب إلى جانب طبعا الأكل الصحي والغذائي والرياضي المهم جدا، التدريب، يعني احكي لنا كده يوم في حياة البطل عبد الله ممدوح إزاي بيتقسم أوقات التدريب، بتبقى قد إيه يوميا؟ هو احنا عندنا في المنتخب بنتمرن تقريبا 5 أيام في الأسبوع. بيبقى الصبح في وحدة بدني مع دكتور يحيى، بتبقى تقريبا من 1:30 لساعتين، وبالليل بتبقى وحدة الكاراتيه الأساسية اللي هو الفني برضه بتبقى من 1:30 لساعتين. بيتقسم طبعا أحمال الوحدات دي بالتنسيق طبعا مع مدير فني كابتن عبد الفتاح. الموضوع متوقف على اليوم تقريبا، يعني اليوم عندنا الحمل عالي أو الحمل خفيف على حسب برضه وقتنا من البطولة، احنا قريبين من البطولة قوي قربنا ولا لسه معانا وقت قبلها. قبل البطوله بيبقى معسكر اكتر طبعا، يعني الوقت بيبقى اكتر في المعسكر والتدريب، يعني بياخد مساحه اكبر. هو المعسكرات بشكل يعني هي منتظمه تقريبا طول السنه، يعني احنا 5 أيام في الاسبوع منتظمين، ممكن قبل البطوله مثلا ب 10 ايام او 15 يوم نقعد جوه المعسكر فتره طويله ومقفوله اكتر يعني. طيب بعثة المنتخب المصري كانت تقريبا 21 لاعب، اتقسمتوا ازاي لاعب ولاعيبه؟ وقول لي بقى كابتن دهراوي كان بعت معاكم مين تاني في البعثه، بحيث ان انتوا تبقوا مستريحين وقادرين تتابعوا مع مدربينكم وقادرين تبقوا الاداريات والفنيات كلها خلصانه من عليكم.
هو احنا كان معانا يعني، وده من حظنا طبعا الحلو، ان كان معانا رئيس بعثة كابتن امين الزعبلاوي، واحنا بنعتبره اخ لينا طبعا، لان هو يعني سن صغير، فهو في الدرجة الاولى هو اخ لينا وقريب مننا جدا، ما حدش بيحتاج حاجة طبعا وبيتأخر عليه، وكابتن دهراوي نفسه كان معانا وما حدش بيتأخر حاجة ما حدش بيحتاج حاجة وبيتأخر عليه برضه. ودايما احنا يعني احنا في البطولات دي احنا كلنا سافرنا مع بعض كتير وحضرنا مع بعض بطولات كتير، فاحنا كلنا في الحاجات دي ايد واحدة يعني. أكيد.